الأول مرة يشارك في الاجتماع، هذا التفسير واضح أن يعني نحن يا جماعة اتفقنا على في إدارة الدولة، اتفقنا على تشكيل حكومة، تشكيل حكومة اتفاقيات المبرمة مع الإقليم ومع إخواننا السنة العرب، إطلاق سراحهم. يعني في رابع يوم العيد وصلت جثامين الأبرياء في سجون الناصرية من إخواننا السنة العرب، من 36 شخص 21 منهم من أهالي أنبار. لماذا هذا؟ نحن اتفقنا على عفو عام على الأبرياء ثم إطلاق ميزانية الإقليم. إذا وضعهم أمام أمر الواقع، أما أن نلتزم بالاتفاقات المبرمة اللي شكلت بموجبها الحكومة، أو نتجه نحو منع آخر لا يحمد عقباه لا سمح الله. قد يكون هناك مشاكل داخلية، وخاصة من الشهرين المقبلين الوضع العراقي ساخن. نعم. طيب، في ظل هذه الزيارة أيضا هناك من يقول أنها أنهت الخلاف والاختلاف ما بين السيد المالكي والسوداني من خلال جلوسهم على طاولة حوار واحدة، هل يعني ذلك أن الخلاف داخل البيت الشيعي وتحديدا الإطار التنسيقي انتهى؟ الجانب الكردي منذ بداية الاحتلال بذل القضبان بين جميع القوى، وحاول البعض تهميش الجانب الكردي ولكن لن يستطيعوا، لأن الكرد مكون عراقي أصيل، والزعيم البارزاني زعيم لكل العراقيين وليس للشعب الكردي فقط. لذلك والخلاف ليس فقط بين السوداني والمالكي، خلاف بين خاص علي ومالكي، خلاف بين أبو ولاء الولائي. لكن اليوم سمعنا يعني بعض الأصوات الشاذة في كل قاعدة شواذ أنه يطعنون في هذه الزيارة، ولم نسمع بنجاح هذه الزيارة، لكن الزيارة ماشية. والإقليم بعد شهرين إن شاء الله راح تدخل الانتخابات، وسنتصرف ونتعامل مع الجانب الآخر من موقع القوة واقتدار. لدينا ستكون لدينا حكومة وبرلمان منتخب، لذلك الخلافات بين الطرفين ليست وليدة اليوم. بالإضافة إلى أنه هذه الخلافات ظاهرية لكن في الخفاء شيء آخر، وهذه الإطار التنسيقي وأحزاب المؤتلفة في هذا الإطار لديهم نظرية كما قلنا في السابق، تعدد الأدوار ووحدة الهدف. نعم. طيب، في جانب آخر أيضا تمكن سيد مسعود بارزانية من جمع الحلبوسي والخنجر في لقاء استثنائي، إلى أي مدى من الممكن أن يثمر هذا اللقاء والتقارب في معالجة مشكلة الانسداد السياسي الحاصل في قضية رئاسة مجلس النواب؟ بصراحة قضية المجلس النواب في تعمد حتى يمررون القوانين اللي هم سموها بالأكثرية، ورئيس البرلمان بالوكالة منهم وبيهم. وإلا ما معقولة مثلا الشيخ شعلان الكريم يجي شخصية عشائرية محترمة ومعروفة لدى العراقيين يتم تهميشه وإهماله، ثم ألا يوجد بين الكتل السنية رجل يستلم رئاسة البرلمان؟ لذلك هم اتهموا الكرد بالتدخل في شأنه، ولكنهم يتدخلون في نعم وفي قضية الإقليم إرادة غير إرادة عراقية لا تريد انتخاب رئيس البرلمان، وإلا رئيس البرلمان هذه شيء طبيعي. إخواننا السنة بينهم يتفقون، وأتمنى من السيد البارزاني إقناع الآخرين بترشيح شخص يمثل كل مكون السني ليكون ممثلا لهم في رئاسة البرلمان، وكسر شوكة الذين يريدون الإساءة. نعم. ولإخواننا السنة العرب الذين الآن مثخنين بجراح للأسف، و كل التقدير واحترام للسيد البارزاني في مسعاه من أجل أن يكون للسنة العرب صوت واحد ورجل واحد وموقف واحد. نعم. طيب، لقاءات السيد مسعود البارزاني لم تقتصر على اللقاءات الداخلية، بل كان هناك عدد من اللقاءات مع السفراء أبرزهما السفيرة الأمريكية والسفيرة الإيراني والتركي في البلاد. برأيك إلى ماذا تؤسس هذه اللقاءات؟ طبعا الاتراك والايرانيين لديهم اطماع في العراق، وكما هو معلوم الاتراك يدخلون الى الى الاراضي العراقيه بسبب هذه ما يسمى بجماعه بي كي كي. لذلك صارحهم حسب معلوماتي حتى السفراء الاجانب صارحهم وقال لهم بالحرف لا يمكن الوضع في العراق وعلى الحدود العراقيه التركيه ان تستمر الى هذه إلى ما لا نهاية. لا يمكن أن يكون ناس أبرياء على حدود العراقية التركية يكونوا ضحايا
لحرب تدور بين تركيا وجماعات أخرى مرتبطة بأجندات خارجية. ولا يمكن أن الوضع العراقي بعد 21 سنة أن تستمر أو يستمر إلى ما لا نهاية. يجب حد، وصارح حسب معلومات صارح السفراء الدول الغربية خاصة الكبرى وجمهورية الصين أيضا، أنه لا يمكن الوضع العراقي يستمر إلى ما لا نهاية، إلى عدم الخدمات، إلى الكهرباء، إلى الغاز، إلى 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 الأمور الإدارية، أو أكثر من 400-500 قرية على حدود العراقية التركية تكون أسرى بأيدي القوات التركية وهذه الجماعات المرتبطة بأجندات خارجية.